اهلا بحضراتكم. حوار جديد في هذا الصباح. شفنا من شويه على الشاشه يعني معلومات عن اهم الاكتشافات الاثريه في مصر خلال الفتره الوجيزه الماضيه. واضح ان عام 2017 كان عام يعني جيد في عالم الاكتشافات الاثريه وعلى صعيد الكشف الاثري التاريخي تحديدا يمكن في الحقبه الفرعونيه وبالاضافه طبعا الى رومانيه وغيرها من الحضارات القديمه. نتكلم في اهميه هذه الكشوفات الاثريه على الصعيد الاثري والسياحي في مصر، كمان على الصعيد المعلوماتي والتاريخي بالنسبه للحضاره الفرعونيه، ازاي بتفصح عن اسرار هذه الحضاره العظيمه وتبين لنا جوانب اخرى من عظمه هذه الحضاره اللي كل الدنيا شغوفه بيها وبمعرفه اسرارها. معانا في هذه الفقره الحواريه الاستاذ بسام الشماع المؤرخ وكاتب المصريات. صباح الخير يا استاذ بسام. صباح النور وصباح الحضاره الجميله المبهره. لو كلمنا مع حضرتك عن اكتشاف المجمع الاداري الفرعوني بمنطقه تل ادفو، ازاي بيدينا ابعاد عن الاداره في عصر الفراعنه؟ يمكن يعني انا عن نفسي اول مره اعرف ان هم كان عندهم مجمعات اداريه زي ما احنا بنفكر دلوقتي، يمكن هو بنجمع مثلا الوزارات في مكان معين او الادارات في مكان معين. الفكر دوت كان موجود من زمان، دي حاجه الحقيقه بتبين قد ايه كانوا بيفكروا يعني في اداره الدوله. خلينا نتفق ان مفيش حضاره هتتبني وهتبرز بهذا التالق الكبير زي الحضاره المصريه القديمه، ودي التسميه الاصح من الحضاره الفرعونيه، الا لو كانت فيها اداره على اعلى مستوى بامتياز. تمام. الموظف والوزير والحكومة المركزية اختراع مصري قديم على أعلى مستوى وبامتياز أيضا. لدرجة أن الوظيفة في مصر القديمة كانت محبوبة في المجتمع، الإدارة والوظيفة اللي بتدير كانت مرغوب فيها في المجتمع المصري القديم. عرفنا الكلام ده منين؟ من أن في نص للرجل حكيم بيقول لابنه كن موظفا. في حاجتين المصري القديم كان بينصح تملي ان انت تبقاهم، يعني زي دلوقتي انت عايز تطلع ايه مثلا، يقول لك عايز اطلع ضابط، عايز اطلع دكتور، عايز اطلع مهندس كده. المصري القديم كان يقول له كن موظفا وكن كاتبا. يبقى ادي حاجتين لهم دعوه بالارشفه، لها دعوه بان انت بتدير اشياء معينه وبتدشن اشياء معينه. هذا الاكتشاف ينضم الى مجموعه اكتشافات حصلت في 2017 و2018 بتثبت اشياء جديده على الايه؟ عالم المصريات. عندنا الاكتشاف الكبير اللي حصل في الفيوم والاكتشاف بتاع تل ادفو اللي حضرتك بتتكلم عليه النهارده. تمام. الاكتشافين دول ليه مهمين؟ لان في الفيوم اكتشفوا الجيمنيزيوم حيث كان يجتمع الفلاسفه والرياضيين في مكان واحد. يبقى دي حضاره لها فلسفه وحضاره لها رياضه. يبقى الجسم، الكلمه المشهوره اللي احنا بنقولها، الجسم السليم والعقل السليم هم في منطقه واحده في الفيوم. تمام. ثم هذا المبنى الاداري كانوا بيعملوا ايه في المبنى الاداري ده؟ اولا يرجع الى الاسره الخمسه. الاسره الخمسه يعني الدوله القديمه، واي حاجه تكتشفها من الدوله القديمه لازم عينينا كلها تبرق. ليه؟ لان الدوله القديمه انت بتتكلم على اكتر من 4000 سنه. طيب تقول لي ادفو مشهوره بالمعبد بتاع الزمن البطلمي. يعني احنا في الارشاد السياحي لما حضرتك بتاخد المركب العائمه او الفندق العائم او اللي يطلق عليه الكروز، بتعمل من اسوان ساعات الى الاقصر وساعات من الاقصر لاسوان. في النص في مدن ومعابد واثار غايه في الجمال زي اسنا وادفو وكومومبو. طب نيجي على ادفو، بيزور السياح هذا المعبد الرهيب اللي اتبنى ايام البطالمه. لكن لما انا اقول لك بطالمه يعني اغريق يونان، لكن لما اقول لك الاكتشاف ده، اكتشاف هذا المبنى الاداري او البقايا بتاعته او الاثار او الاطلال بتاعته، لا، يبقى انا برجع ل 4000، يبقى ابدر وقبل هذا المعبد بكثير، يبقى احنا بنأصل لتاريخ ادفو هنا بشكل كبير جدا. طيب. وده يخليك تفكر ليه اليونان والبطالمه لما راحوا ادفو اختاروا المكان ده؟ هل ان المكان ده كان مهم علشان كان فيه هذه الآثار وهذه المباني القديمة جدا؟ ربما. طيب الجدران في المجمع الإداري الفرعوني والنقوش الموجودة عليها، هل بتدينا معلومات معينة عن طريقة الإدارة، عن طبيعة الحياة والوظائف والعمل في هذه الفترة التاريخية؟ شرح العلماء أن هذا المبنى الإداري اللي احنا بنفاجئ العالم وتفاجئنا احنا كلنا باكتشافه، هذا المبنى كان لأسباب، منها ان كان
الإدارة بتاعت البلد بتحط فيه، بتشون فيه لو تحب، بتخزن فيه لو تحب، كل النتائج بتاعت البعثات اللي كان بيبعثها الملك علشان العمال يروحوا يجيبوا معادن، يجيبوا أحجار كريمة، يجيبوا أحجار. خد بال حضرتك، تملي تلاقي الملك كاتب نص بيقولك إيه، تم بعث البعثات إلى مثلا سيناء علشان يجيبوا نحاس ويجيبوا فيروز أو تركوز، يعني من هذا. رايحين للجنوب رايحين نجيب ذهب، رايحين هنا رايحين نجيب جرانيت، أسوان مثلا جرانيت وردي على أعلى مستوى، وهكذا. فهذه البعثات كانت دائما بتبعث من الملك، ودي كانت من ضمن النجاحات بتاعت الملك في مصر القديم. بعت كم بعثة، رحت سينا كم مرة، طلعت نحاس قد إيه، جبت ذهب قد إيه من النوبكت. فإذا هذا المبنى الإداري أهميته في كان بيتخزن فيه النتائج بتاعت البعثات ديت، وكأنه أرشيف لعدد البعثات أو كمية الأحجار الكريمة اللي انت جبتها من البعثة ديت، وهي بعثة المناجم، بعثة العمال. فلا طبعا ده أرشفة على أعلى مستوى، هو ده الكمبيوتر بتاع 4000 سنة ومن دلوقتي، هو ده الكمبيوتر اللي انت بتخزن فيه هذا المبنى، هو الهارد ديسك بتاع القرن العشرين والواحد وعشرين. تمام. بس بتاع المصر القديم. تمام. طيب نروح لكشف تاني، هو لوحة من الجرانيت الوردي. نعم. الملك رمسيس الثاني، ودي في منطقة ثان الحجر في الشرقية، هو بيقدم قرابين للآلهة. نعم. العلماء قالوا أنها لوحة مهمة جدا وكشف أثري مهم جدا، كلمنا عن هذا الكشف. هذا الكشف أنا شخصيا سعيد جدا به. ليه؟ لأن اللوحة الجرانيتية اللي من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني، كلنا نعرف ان الملك رمسيس الثاني حكم مصر 66 سنة 10 أشهر، يعني حوالي 67 سنة، من الأسرة ال19، من الأسرة ال19. وانا بقول الرقم ده ليه؟ لأن الاكتشافات اللي حصلت في الأسرة ال21 وال22 كانت اكتشافات غاية في الأهمية. ده حصل في تانيس، حصل في سان الحجر، هي اسمها كده جانات، جانات زي اسم جانات دلوقتي، ده كان الاسم المصري القديم بتاع هذه المنطقة في الشرقية العظيمة، اللي هي المنطقة اللي عربت إلى سان الحجر. سان بالنون الحجر، لأن في منطقة أخرى اسمها صا الحجر من غير نون، فصان الحجر دي اللي هي تانيس في الشرقية. تمام. والشرقية كما نطلق عليها نحن لقصر الشمال، ولقصر مشهورة بالآثار. فإذا تل الضبعة، فأوس، قنطير، تل بسطة في الزقازيق، الحسنية، كل ده شرقية. تانيس في هذا الاكتشاف. في تانيس في 17 مسلة في حيز صغير جدا، منهم مسلات واقعة ومكسورة، ولو رحت النهاردة الصبح تحس ان المسلة لسه واقعة الصبحية، الفرق الكسرة لسه موجود من ساعتها. هيروغليفيات رمسيس الثاني، هذه اللوحة بتبين رمسيس الثاني وهو بيدي الهبات والهدايا الى الرب الاسطوري، يبقى اذا هنا في طقس ديني. تانيس اتشهرت جدا في العالم من زمان، لكن اكبر شهرة لتانيس حصلت في العالم سنة 1939. هتقول لي الرقم دوت بيسموه كده رينز بال، او بيضرب جرس كده في دماغنا وفي الذاكره بتاعتنا ان احنا كده داخلين على الحرب العالميه الثانيه. الاكتشاف ده اكتشاف هز العالم لراجل اسمه بيير مونتي، ولولا الحرب العالميه الثانيه لكان اكتشافات بيير مونتي تساوي اكتشافات توت عنخ امن الذهبيه في وادي الملوك. تخيل، تم اكتشاف توابيت فضية، وطالما أقول فضة لازم عيني تتلق، لازم يحصل تألق في العين وتلألق في العين لما أقول فضة، لأن الفضة في مصر القديمة ما بتشوفش توابيت كتيرة فضة، بتشوف توابيت كتيرة جرانيت، بتشوف توابيت كتيرة خشب ملون، بتلاقي في توابيت من مذهبة أو من الذهب الخالص زي بتاع توت عنخ آمن مثلا. تمام. لكن لما أجي أقول لك تابوت فضي والفضة كانت غالية الثمن، لا، يبقى هنا لازم اقف قدام تانيس وصان الحجر واقول فيه هنا حاجه سبيشال، في حاجه هنا. تانيس من الحتت الاثريه، ولذلك بدعوا كل المصريين وكل الدنيا انها تزورها. ليه؟ تطلع كده تل صغنن، تنزل تانيس، تحس ان انت في مكان رجع بيك الزمن. سور من الطوب الطيني، قال العلماء انه ربما وصل سمكه ل 27 متر. انت بتتكلم على سمك سور من الاف السنين 27 متر. ده معناه ان عدد الاحجار او عدد الطوب الطيني اللي مكون السور ده ربما يصل الى 7 مليون طوبة في تانيس، في حيز صغير مش كبير. عندك بقايا معبد،
عندك بقايا معابد، عندك 17 مثال زي ما قلنا، عندك تمثال لأبو الهور رأسه مكسور، عندك رمسيس الثاني مبين مراته اللي جت من قادش ودي برضو حاجة ممكن تبقى من النوادر في تانيس في صان الحجر، إن هو ناحت مراته اللي جت من قادش. قادش دي كان في معارك كبيرة بيننا وبين قادش في جنوب الأناضول. تم الإعلان في منتصف ديسمبر إن هي تبقى متحف مفتوح منطقة صان الحجر. الحقيقة هي بيني وبينك متحف مفتوح فعلا، لأن أنت طول ما أنت ماشي عمال تفاجأ، عمال تفاجأ بأسماء زي شيشونق وزي بيسيوسينس. شوف الأسماء دي، دول إيه؟ دول حكام ليبيين في أسرات بعد الأسرة 19، عندك الأسرة 21 وال 22 لما تم حكم البلاد بالأسماء ديت. لو رحتوا المتحف المصري بالتحرير هتلاقوا عدد من تماثيل أبو الهول رائعة النحت، هتلاقي عليها اسم بيسيوسينس وهتلاقي عليها اسم رمسيس. ليه؟ لأنها اكتشفت في تانيس. طيب ليه الأسماء المختلفة على نفس التمثال؟ من كتر جمالها ومن كتر أهميتها من صان الحجر الملوك حبوا أن اسمهم يبقى عليها. حتى في ملك هكسوسي محتل اسمه نحسي حط اسمه على هذه التماثيل لأبو الهول من تانيس. إذا تانيس مكان أنا بعتبره توب أو من قائمة أحلى وأقوى ثلاث أو أربع أماكن أثرية في بلدنا العظيم، وكانت بتمثل أهمية في عصر الأسر الفرعونية في هذه الفترة. مظبوط كده هوت، وعلى المدار يعني شوف أنت منطقة مش تقعد زي إدفو كده، مش تقعد فترة بس وبعد كده تتجاهل، لا تبص تلاقيها ايه الدولة القديمة، وبعدين تلاقيها الوسطى، وبعدين الدولة الحديثة، وبعدين تستمر لغاية اليوناني، وبعدين الروماني، وحتى العرب لما جم وتم تعريب الاسم الى صان الحجر ربما لوجود احجار كثيرة في هذا المكان. لا الحقيقة يا جماعة الشرقية محتاجة انها تتحط فعلا على الخارطة السياحية، ونبتديها من اولها من تل بسطة في الزقازيق. هل تعلموا يا مصريين ان تل بسطة في الزقازيق دي برضو مش بعيدة قوي عن تانيس؟ ما هو الشارع ماسك من اول تل بسطة لغاية تانيس، فكل الحتة دي اثار في الشرقية. هل تعلموا ان كان هناك معبد للقطة في الشرقية؟ انت متخيل انت لو رحت في العالم وحطيت بوستر كده تعالوا شوفوا بقايا معبد القطة، وانت عارف الغرب والشرق يعشقوا القطط وبالذات القطة المصرية طبعا، وتعالوا يا جماعة احضروا، ده كان زمان بيأمه 700 ألف من الرجال والنساء، ولم يتم إحصاء الأطفال زي ما هيرودوتس قال لنا أو هيرودوت قال لنا. يبقى إذن لا ده مكان هام جدا وعلى يعني مدار القطط تاريخ. عند المصريين القدماء كان ليها وضع مختلف، معبد كامل كان معمول لها في تل بسطة، يعني كانت هي الحيوان الوحيد اللي ليه هذا الوضع. لا كان المصري القديم له يعني باع مع الحيوانات في مصر القديمة، والقطة في مصر القديمة كان اسمها ميو بالمناسبة، أو شبيهة قوي بمواء أو مياو أو ميو أو مواء القطة. وكان هيرودوتس بيقولنا أن هذا العيد أنا بعتبره أكبر عيد في تاريخ مصر القديمة، لأن زي ما قلنا الرجال والنساء بس كانوا 700 ألف، كانت الناس تروح بتاخد القوارب في نهر النيل وتروح رايح على تل بسطة في الزقازيق. طيب ما تعالي يا وزارة السياحة عيدي هذه الأعياد وادعي الناس تعالوا يا جماعة شوفوا الأعياد في مصر القديمة كانت عاملة ازاي، وتبقى اسمها سياحة الأعياد بالزبط. ونحط فيها تل بسطة في الشرقية، ومنها بقى من تل بسطة هتروح رايح بقى لتل الضبعة، لقنطير، لتانيس صان الحجر، ويفاجئوا في الآخر في تانيس صان الحجر، نخلق سياحي في المنطقة بالزبط كده. تمام. طيب في كشف أثري أيضا مهم جدا كان في 2017، 10 مقابر تعود للعصر المتأخر. نعم. موقع قرب ضريح أغاخان غرب أسوان سوان، مدينة التجارة، هذا الحد الجميل الجنوبي اللي كان بيبقى مكتظ بالتجار، لان انت بتنزل الجنوب العظيم علشان تجيب عاجل فيل وتجيب بيض النعام وتجيب ريش النعام، كل ده في مصر القديمة كانت تجارة كبيرة جدا، كانت تجيب الذهب وتجيب اشياء اخرى منها جلد الفهد، تخيل جلود الفهود، كان بيزنس جامد بيحصل في الجنوب المصري، لان الكهنة كانوا بيحبوا تملي يلبسوا الجلد بتاع الفهد كنوع من انواع الرداء الطقسي، وهكذا الملك في بعض الاحيان ايضا. لا اسوان على اعلى مستوى، اسوان لسه زي ما الشرقية لسه هتطلع لنا اسرار اكتر واكتر. وسكان هرم خوفو في الجيزة الذي مش قتل بحثا قتل دراسة، لسه بيفاجئنا في 2017 بانه العلماء من ثلاث مجاميع علماء منهم علماء مصريين عظام اكتشفوا فجوة سموها الفويد باللغة الإنجليزية، هذه الفجوة أو هذا الفراغ داخل هرم خوفو حوالي 30 متر لا يدل إليه باب ولا بوابة ولا ممر. أنا لاحظت ده لما شفت الاكتشاف ده في 2017 وما زالت الأصداء بتاعته لغاية 2018، ليه موجودة فجوة داخل الهرم بهذا الحجم وبهذا الكبر
ومفيش ممر بيدل اليه ولا ممر بيخرج منه. الاهميه بتاعت الفجوه دي هل عشان تخفف التقل من على اللي تحت، ولا علشان كان فيها اشياء الملك كان حريص على انها لا تشاهد ولا تكتشف؟ تمام. لسه هذه الاسئله احنا محتاجين اجابتها. طيب في منطقه اثار دهشور ايضا تم اكتشاف حجره دفن خاصه بالهرم الملكي. نعم، دهشور يا جماعه اللي هي دقائق بالعربيه بعد سقاره في الجيزه، اذهبوا يا مصريين، اذهبوا يا كل العالم علشان تجدوا هناك الهرم المنحني. عندك في مصر اكثر من 130 هرم، يعني 100 مليون سايح على الاقل في السنه يا جماعه ان شاء الله، باكثر من 130 هرم، منهم المحطم ومنهم غرفه بس بتبقى موجوده تحت الارض زي ما حضرتك ذكرت، يعني المبنى ذات نفسه راح مع ادراج التاريخ للاسف الشديد. وعايز اعمل وصله ما بين العباره اللي حضرتك قلتها وما بين ادفو، لان تستغرب لما تعرف ان في اهرامات اكتشفت في سيله مثلا، فيوم، ادفو، مناطق كتيره زي اسوان، اهرامات غير الاهرامات المشهوره. يبقى اذا ادي سياحه اخرى اللي هو هرم سنفرو مثلا. هرم سنفرو ده المنحني ده هرم هتقف قدامه انت مستغرب، وبقى على بعد امتار منه لتصميمه، يعني تصميمه قال لك الهرم المتكامل اللي هو الهرم الاحمر بتاع برضه سنفرو في دهشور، وهو بالمناسبه يا مصريين سنفرو وليس سينفرو، مفيش ياء مفيش كسره، سنفرو على طول كده كويس. هتلاقي فيه هرمين لنفس الملك، وده اللي يخلي دهشور منطقه عجيبه جدا انت تزورها، وقريبين من بعض. ليه انت بتعمل هرم؟ عشان تدفن نفسك فيه في مصر القديمه كملك. طب ليه بتعمل هرمين في نفس المكان على بعد امتار؟ ادي دهشور والغموض بتاعها. اول هرم متكامل في تاريخ مصر بهذا الحجم هو الهرم الاحمر بتاع سنفرو اللي جنب الهرم المنحني، يعني خوفو اللي هو ابن سنفرو مش اول هرم متكامل. اول هرم متكامل هو الهرم الاحمر، وبالمناسبه في مفاجاه تانية في دهشور، ان الهرم الاحمر المتكامل اللي هو اول هرم متكامل لمؤسس الاسره الرابعه الملك سنفرو، هتستغربوا حاجه غريبه جدا، تاني اكبر هرم في مصر، تاني اكبر هرم في مصر. لان احنا متعودين نقول ايه، خوفو خاع فرع صح، منكا ورع، لا خوفو لو انت بتتكلم على الاحجام مش التواريخ، هتلاقي خوفو باباه او والده في دهشور سنفرو، وبعد كده خاع فرع. يبقى خاع فرع هو تالت اكبر هرم في مصر مش تاني زي ما احنا متخيلين. تمام. طيب كمان تم اكتشاف مجموعه من المومياويات في العصور المتاخره، 44 موميا بمنطقة تونة الجبل في المنيا. تونة الجبل دي بقى اقعد اعمل فيها في دكتوراهات من هنا لغاية فين، ما تقدرش تكفيها علم. ممرات وأنفاق تحت الأرض حفرها المصريين القدماء، مومياوات لقرود، لأن القرد كان هذا الحيوان الذي كان يحنطه المصري القديم لأن كان له علاقة بالطقس. وأيضا هناك في مقبرة إيزادورا في تونة الجبل في المنيا، والمنيا مش بس عروس الصعيد، المنيا تاج الاثار كلها. خلينا نتوقف ان ايه علاقه تحنيط القرد بالطقس في الحضاره المصرية؟ لان كان القرد يعتبر حيوان مقدس، انواع معينه من القرود كانت بتعتبر حيوانات مقدسه لها علاقه بالحكمه ولها علاقه بالوقت ولها علاقه بالزمن ولها علاقه بتحيه قرص الشمس. فاكر حضرتك ابو سنبل اللي الشمس بتخش فيه مرتين في السنه وبتخش تنفذ الى قدس الاقداس؟ فاكرين الاحتفاليه دي اللي بتحصل في فبراير بالزبط. وفي اكتوبر لو بصيت في وجهه معبد ابو سنبل فوق هتلاقي فريز من تماثيل القرود. ولو بصيت على مسله رمسيس الثاني في معبد الاقصر البيز بتاعها او البيدستل بتاعها او القاعده بتاعتها، هتلاقي عدد من القرود رافع ايديه كده، وكان القرود بتحيي الشمس عندما تشرق، لا علاقه بالطقس والدين. يعني كان في الحيوانات عند المصريين القدماء كان ليهم وضعيه خاصه، كل حيوان ليه دلاله معينه. ايوه، يعني حضرتك ذكرت من شويه كان في القطه وعاملين لها معبد لوحدها. كمان كنا بنشوف يمكن في النقوش الخاصه بالزراعه عند المصريين القدماء كان في التيران والبقر وغيره كانوا موجودين برضه. اشكرك على النقطه دي. خدوا بالكم يا مصريين وخدوا بالكم يا مهتمين بعلم المصريات، الحيوان في مصر القديمه نوعين، النوع اللي قدسه الكهنه كويس كده، ودي كانت لها الطقوس اللي احنا شرحناها ديت وحنطوه وكذا، والطيور بالمناسبه زي ابي منجل مثلا. ابي منجل والقرد بالمناسبه كانوا هما الاثنين لهم علاقه بالحكمه والعلم والمعرفه والشمس وكل والوقت والزمن. كويس، ولكن ايضا استخدمهم، احنا مش زي في حضارات اخرى مثلا ما تقربش على البقره او ما تقربش على حيوان معين عشان هي مقدسه، لا ما كانش كده خالص خالص. مصر القديم اكل لحمه واستخدم الطور واستخدم الابقار واستخدم الدواب في الزراعه زي ما حضرتك تفضلت. منظر المحرات اللي في مقبره سنجم في البر الغربي من الاقصر ما فيش احلى من كده بالالوان، وواضح ان المحراث هو
الأداة الزراعية التي اخترعها المصري القديم، ونعمل لكم مرة حلقة كاملة عن الزراعة وإزاي اخترع الشادوف، اللي أنا لما سافرت أمريكا لقيت الأمريكان جايبين الأطفال بتوعهم 2 باي 2 ماسكين إيديهم، والمدرسة الأمريكانية تطلعهم في شيكاغو يستخدموا الشادوف كأول أداة ري في العالم. يعني الأمريكان بيعلموا أولادهم، ودي أنا شفتها بعينيا في شيكاغو في ولاية إلينوي في أمريكا، بيعلموهم إزاي يستخدموا الشادوف كأول أداة ري في العالم. تخيل بتتكلم في كنت عايميها في القرن العشرين بقى المنظر اللي انا بقول لك عليه ده. يبقى في القرن العشرين هو بيعلم اطفاله اللي عمله المصري القديم في الزراعه من الاف السنين. طيب كمان في اكتشاف ارضيه من الموزاييك بتعود للعصر الروماني في موقع اسمه هند بحي محرم بيك. محرم بيك والاسكندريه. بنتكلم دلوقتي بقى عن عصر تاني. دخلنا بقى اسكندريه بقى، رحت انت داخل على اليوناني ودخلت على الروماني ودخلت على الحاجات الجميله، بس في مفاجاه في اسكندريه، هي أن تم اكتشاف من عدة سنين، تم اكتشاف بعض الآثار منها تحت المية بالمناسبة، اللي أثبتت أن كان في رصيف. تخيل رصيف، فهل رصيف الميناء اللي تم اكتشافه في اسكندرية من كذا سنة ده دليل على أن اسكندرية كانت موجودة قبل الإسكندر الثالث المقدوني اللي هو الإسكندر الكبير اللي احنا بنسميه الإسكندر الأكبر؟ هل اختياره لمنطقة راكوتيس وفاروس وكل هذا، واختياره لمدينة يحكم منها المملكة بتاعته كحلم لم يحدث، لأنه توفي زي ما احنا كلنا عارفين عن حوالي 32 أو 33 سنة، هل الإسكندرية كان بها مركز ديني لوسير أو أوزوريس قبل الإسكندر بمئات السنين؟ هل إسكندرية كانت ميناء في مصر القديمة؟ كل دي أسئلة جميلة بتدل على أن إسكندرية مش بس حضارة يونانية أو رومانية، لا، مكتبة الإسكندرية، فنار الإسكندرية، أحد عجائب الدنيا السبعة القديمة، وأيضا الحضارة الإسلامية من بعد كده. تمام. عندنا كمان مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في معبد كومومبو. ده أهميته إيه بالنسبة للكشف عن الآثار، بالنسبة كمان للجهود المبذولة في مجال الآثار؟ أنا بصراحة شايف إن موضوع المياه الجوفية ده لازم تبقى حملة قومية كبيرة جدا في مصر، علشان مش بس الآثار المصرية القديمة أو الوقت بتاع اليونان أو الرومان أو كذا، كمان إحنا المعاناة دي بتحصل في قطع كثيرة جدا من آثار أخرى زي آثار قبطية وآثار إسلامية وهكذا. فهو المجهود أنت هتقدر تعمل إيه؟ أنت لو شفطت المية فهيحصل اهتزاز في التربة اللي تحت أرضية، فممكن يحصل مشاكل، فهم بيعاملوها بمنتهى الحساسية ومنتهى الدراسة، وأنا شايف إن هم بيعملوا مجهود كبير في ده، بس أنا بقترح إن إحنا نحل المشكلة من الجذر بتاعها، نعرف ايه السبب بتاع المياه الجوفية دي، بتتسرب ازاي، ونقدر نشوف نحلها ازاي. زي لو تفتكر في 2007 الحملة بتاعتي انقذوا ابو الهول، لما اكتشفنا مياه جوفية طالعة قدام ابو الهول، ودي كانت مشكلة، وبدأوا يحطوا مجسات وحاجات زي. حضرتك شايف انه الاستعانة بال يعني البعثات الاثرية اللي ساعدتنا في التواصل لهذه الاكتشافات المهمة، شايف ايه اهميته، وازاي ممكن ان هو يقدم لنا المزيد من الاكتشافات خلال 2018؟ هي العالمة ميلر عالمة شاطرة، يعني العالمة اللي اكتشفت اللي كانت بتقود البعثة في تل ادفو اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفقرة، نادين ميلر، هي شاطرة ومعاها مجموعة شاطرة. انا متحمس للعلماء التنقيب المصريين كويس، لكن الاجنبي تعظيم سلام للي بيحب حضرتي، اللي بيحب حضرتي واللي بيشتغل لي، وكمان بيصرفوا مصروفات كويسه برضو على هذه البعثات وهذه الاكتشافات. انا بحييهم جدا، بقول لهم شكرا، انتوا بتحبوا حضرتي ونتعلم منكم، تتعلموا مننا، بس انا بقول احنا عايزين نزود كمان نسبه العلماء المصريين اللي بيعملوا اكتشافات وتنقيبات، بس انا متحمس للمنقب المصري اكتر. يعني طب ازاي استاذ بسام نستفيد بقى من هذه الاكتشافات الجديده، نخلق رواج سياحي في هذه المناطق الجديده الاثريه، سواء في دهشور، في المنيا، في مناطق حضرتك اتكلمت عنها، لانه الخريطه السياحيه المصريه يمكن مقتصره على مزارات معينه صحيح ثابته ما فيش تغيير فيها، يعني السائح متعود يجي يزور الهرم، اسوان، الاقصر، يمكن منطقه دهشور زي ما اتكلمت، اسوان الحجر، و في كمان تونا الجبل في المنيا، كل المناطق دي يمكن السائح لسه مش عارف يعني الجديد حتى اللي زمان فيها. حتى زمان لما انا كنت بشتغل مرشد سياحي وما زلت، كنا نروح تانيس يعني مرات قليله جدا في حياتنا، نروح حته اسمها الكاب مثلا في الصعيد، لا، انت اعمل رحلتين يا وزاره السياحه، اعمل الرحله الكلاسيكيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي للزائر الاول فيرست تايمر اللي هو بيجي اول مره، ثم اعمل حاجه اسمها الترنتيف ايجيبت اللي هي مصر البديله، اللي هي تتحط فيها بقى الحتت زي الكاب، زي الاكتشافات الجديده دي، تبدا تسوقها بشكل جميل جدا في الخارج، وده اللي انت تروح كل سنه بحاجه جديده. يعني لما تروح بورصه برلين او تروح البورصه للسياحه، بورصات السياحيه، روح وانت معاك الشيء الجديد، وتسهل الوصول الى هذه الاماكن وتخليها اماكن جاذبه
للسياح من مثلا كافيتريات او حمامات. بس ارجوكم لما تيجوا تعملوا ده عند الكشف الاثري حطوه بعيد جدا عن الكشف الاثري عشان ما ياثرش على المنطقه باي حاجه سلبيه. تمام. الحقيقه احنا سعداء جدا بالمعلومات اللي حضرتك قدمتها لنا، والحديث عن الحضاره المصريه القديمه حديث ممتع جدا. يعني نفسنا طبعا ان احنا نسمع المزيد من اثار هذه الحضاره ونعرف الاماكن الجميله الموجوده في بلدنا، لكن الوقت الحقيقه مش بيسعني لمزيد من الكلام. لكن بنتمنى في النهايه انه هذه الاكتشافات تكون مصدر الهام لينا دلوقتي، ان احنا نتعلم من المصريين القدماء قد ايه كانوا عبقرة، كانوا عظماء، كانوا بيقدسوا يعني كل حاجة حلوة في الحياة ويستفيدوا منها ويعرفوا قيمتها وقيمة العمل والوظيفة والتأريخ والتوثيق الحضارة. ده الحقيقة يعني مهم جدا وقيم جميلة قوي. شكرا لحضرتك أستاذ بسام شماع المؤرخ وكاتب المصرية، شكرا جزيلا. شكرا. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، خلونا نتوقف مع أخبار عالم المال والأعمال وبعده فقرة حوارية جديدة.